صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح البخاري المسمى الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي ولاء البخاري مولدا ومنشأ، الخرتنكي وفاة ومشهدا، ولد سنة 94 و100 من الهجرة النبوية الشريفة، وتوفي سنة 56 و200 من الهجرة النبوية الشريفة، عن عمر يناهز 62 عاما، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. وكنا بدأنا في حديث الهجرة الطويل الذي ذكره الإمام البخاري في الأبواب المتعلقة بهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى المدينة المنورة. وعنه به قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هاجرنا مع رسول الله يعني يقصد إيه؟ بأمر النبي، لكن ما كانش مرافقا له في الهجرة، يعني كان من المهاجرين الأوائل. هل يتحول إسناد يعني سمع هذا الخبر من جهة أخرى من شيخ آخر من طريق آخر في سموحة، يعني يتحول إسناد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش، الأعمش اللي هو سليمان بن مهران، قال سمعت شقيق بن ابن سلمة، ساعات يقول لك أبي وائل اللي هو شقيق بن سلمة، قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبتغي وجه الله. يبقى وجه الله هنا التوحيد الإخلاص مش الجريحة، نبتغي وجه الله يعني مخلصين لله، مبتغين نصرة الدين لله لا لأجل تحصيل دنيا، ووجب أجرنا على الله يعني وقع أجرنا على الله. وجوب هنا وجوب شرعي لا وجوب عقلي، خلافا للمعتزلة مش كده برضو؟ ووجب هنا بمعنى ثبت أجرنا عند الله بإخبار الله لنا، لكن لا يجب على الله شيء من حيث العقل، يعني خلافا للمعتزلة جعلوها وجوب عقلي. ووجب أجرنا على الله فمنا من مضى يعني من مات لم يأكل من أجره شيئا، يعني مات قبل ما يبقى في غزوات ويبقى في غنائم ويبقى في أموال، مات حال قلة وقلة مال. فمنا من مضى يعني مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، منهم مصعب بن عمير اللي هو إيه أرسله النبي بعد بيعة العقبة الثانية ليعلم أهل المدينة مع عبد الله بن أم مكتوم القرآن هناك. منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة، والنمرة اللي هو الثوب المخطط زي النمر كده يسموه نمرة، فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، فإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها ونجعل على رجليه من إذخر، والإذخر ده نبات طيب الرائحة. يبقى نفهم من هنا أن الميت لابد أن يستر، وأن الكفن لابد أن يستر كل الميت من رأسه إلى قدمه. يبقى الشروط في الكفن الستر، أن يوفي الستر كاملا ما عدا رأس الميت إن مات محرما، إن مات محرما وكان رجلا يبقى لا يغطى رأسه لأنه يبعث يوم القيامة محرما. يبقى الواجب في الكفن أن يستر البدن جميعه من رأسه لساسه، من رأسه لساسه رجله يعني اللي هي أساسه، واخد بالك؟
طيب لو قصر الثوب زي في الحالة دي يقدم الرأس على ايه؟ على القدم. يقدم الرأس على القدم لشرف الرأس، لأن فيه الوجه وهو أشرف ما في الإنسان، والباقي يستر بأي شيء بقى، شوية نباتات، شوية نجيلة، شوية أي حاجة، المهم تستره برضو ولا تتركه عاريا. ونجعل على رجليه من إذخر، ومنا من أينعت. ونوع تاني بقى طلب العمر وحضر الفتوحات وعاش حياة القصور وصار عنده من الخدم والحشم والعبيد وأصبح بعد كده أمراء في البلدان، فشافوا بقى عز. ومنا من أينعت، أينعت يعني نضجت، أينعت له ثمرته فهو يهدبها، فهو يهدبها يعني يجتنيها. ممكن تسميها برضو على فكرة يهدبها يعني يحلبها وزنا ومعنى، يعني بياخد ايه ما فضل منها مستمتعا بالزائد فيه منه. وعنه به قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن معاوية بن قرة قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ أبو بردة أبو مين؟ أبو موسى الأشعري. وسيدنا عبد الله بن عمر أبو سيدنا عمر. سيدنا عبد الله بن عمر بيقول لأبو بردة هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ في حديث حوار حصل بين سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا أبي موسى الأشعري، حضروا سيدنا عبد الله بن عمر فبيخبر به ابن سيدنا أبي موسى الأشعري. قال قلت لا. قال فإن أبي قال لأبيك يا أبا موسى هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه برد لنا، يعني ثبت لنا أجر عند الله، وأن كل عمل عملناه بعده يعني بعد وفاة النبي نجونا منه كفافا رأسا برأس، ما ناخدش عليه حاجة وما نتعاقبش عليه يعني ما نتحاسبش، وناخد ثواب بس اللي عملناه مع النبي. ايه رأيك يا ابو موسى؟ ده سيدنا عمر قاعد بيتناقش معاه. فقال ابي لا والله، اللي هو ابي موسى يعني، لا والله قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على أيدينا بشر كثير وإنا لنرجو ذلك. احنا عايزين ثواب برضو اللي عملناه بعدين، عملنا حاجات كثيرة حلوة برضو. فقال أبي اللي هو سيدنا عمر لكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا الأول يعني، وأن كل شيء عملناه بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس، يعني كأن الثواب ده يتشال قدام تقصيرنا وخلاص رأسا برأس ونطلع بلا حساب، وناخد ثواب بس اللي عملناه مع النبي. ده كان رأي سيدنا عمر يعني. فقلت، ده أبو بردة بقى بيقول لابن عمر إن أباك والله خير من أبي. ليه؟ لأن سيدنا أبي موسى الأشعري في مقام الرجاء، سيدنا عمر في مقام الخوف، ومعظم العلماء قالوا يقدم مقام الخوف على مقام الرجاء لعدم أمن مكر الله، واضح؟ فعلشان كده قالوا أن سيدنا عمر كان مقامه الخوف، ويبقى ده مقام أعلى، ومقام سيدنا أبي موسى، وكلها مقامات صدق لأنهم صحابة أجلاء، لكن هي المسألة بس مقارنة بين أهل القمة لأنهم كلهم قمم. ولا شك أن أجمعت الأمة على فضيلة سيدنا عمر بن الخطاب، وأنه بعد سيدنا أبي بكر في الفضل، وأن سيدنا أبي موسى الأشعري يتأخر عنهم في الفضيلة، ده بإجماع الأمة بعد ذلك، وكلهم من أهل الجنة إن شاء الله، وربنا يجعلنا معهم. وعنه به قال حدثني محمد بن صباح أو بلغني عنه قال حدثنا إسماعيل عن عاصم عن أبي عثمان، أبو عثمان اللي هو عبد الرحمن النهدي، عبد الرحمن بن مل النهدي
لو انت عايز تعرف اسمه كويس. قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما اذا قيل له هاجر قبل ابيه يغضب. كانوا مطلعين اشاعة على سيدنا عبد الله بن عمر بعد ما كبر سيدنا عبد الله بن عمر بقى ومرت السنين ومات حتى سيدنا عمر بن الخطاب، يقول ده هاجر قبل ابيه، طلعت اشاعة كده. سيدنا عبد الله بن عمر يزعل ويغضب لانه كلام غلط، ده هو جاء مع ابيه في الهجرة. سمعت ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغضب، قال ده ابن عمر، وقدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قائلا، بيقول لهم سبب الإشاعة دي إيه؟ حاجة تانية، حادثة أخرى، أن سيدنا عمر أراد أن يبايع النبي في إحدى البيعات، لأن النبي له بيعات كثيرة غير بيعة الشجرة، بايع في المدينة الصحابة عدة مرات سواء مهاجرين أو أنصار، ففي إحدى البيعات سيدنا عبد الله بن سيدنا عمر بن الخطاب أرسل ابنه إلى رسول الله عشان يشوفه هل هو مستعد أن يذهب إليه عمر ليبيعه أم لا. كويس. وقدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه نائما قائلا، فوجدناه قائلا يعني نائم وقت القيلولة يعني. فرجعنا إلى المنزل فأرسلني عمر، بعد فترة سيدنا عمر أرسل ابنه قال له شوف النبي استيقظ حتى نذهب إليه نبيعه أم لا، وقال اذهب فانظر هل استيقظ، فأتيته فدخلت عليه وجده مستيقظ فبيعه أولا عبد الله بن عمر، فالناس افتكرت أن البيعة الأولى دي هي الهجرة، فطلعت الإشاعة أنه هاجر قبل أبيه وهو هنا بايع قبل أبيه، واضح في إحدى البيعات وليست كل البيعات. فأتيته فدخلت عليه فبايعته ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته أنه قد استيقظ، فانطلقنا إليه نهرول هرولة يعني مسرعين حتى دخل عليه فبايعه، ثم بايعته مرة أخرى بعد أبيه. يبقى بايعه منفردا قبل أبيه ثم بايعه بعد أبيه مرة ثانية، ده سبب الإشاعة التي طلعت بعد ذلك عليه أنه هاجر قبل أبيه، هي هتبقى بايع قبل أبيه. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يحدث قال ابتاع أبو بكر من عازب، ما هو ده البراء بن عازب، عازب أبوه كان بيصنع رحال، الرحال اللي هو ما يوضع على ظهر الجمل عشان يركبوا عليه، كان أبوه بيتاجر في الرحال دي يصنعها ويبيعها، ده مين؟ ده عازب. فالبراء بيحكي عن أبيه قال يحدث قال ابتاع أبو بكر من عازب رحلا، سيدنا أبو بكر راح يشتري من عازب رحل، فحملته معه، سيدنا البراء بيساعد أبيه في العمل بتاعه، فراح حمل الرحل مع سيدنا أبي بكر عشان يوصلوا له. قال فسأله عازب عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ده احنا قرأناه قبل كده عدة مرات في فضل أبي بكر في فضيلة مناقب أبي بكر قبل ذلك. قال فسأله عازب عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هجرته من مكة للمدينة حيث كان هو رفيقه، فقال له فرصة أدام بتشتري مني الرحل ده على ما تدفع لي الثمن وعلى ما البراء يطلعه لك على الباب وكده، اقعد احكي لنا كده ايه حصل ايه في مسيرك مع النبي الى من مكة للمدينة. قال فسأله عازب عن مسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اخذ علينا بالرصد، بالرصد يعني الايه الذين يترصدون بنا ويراقبوننا ليلا حتى يقبضوا علينا او يقتلونا، فخرجنا ليلا يعني من الغار، خرجوا من الغار ليلا في الظلام يعني بعد 3 أيام، مكثوا في الغار 3 أيام وخرجوا منه ليلا، فأحثثنا ليلتنا يعني فضلوا ماشيين طول الليلة دي ويومنا حتى قام قائم الظهيرة، مشيوا طول الليل لحد ما جه وقت الظهر واشتد الحر يعني ما ناموش نصف النهار، ثم رفعت لنا صخرة يعني ظهرت لأبصارنا أن هناك صخرة عالية كده، فذهبوا إليها عشان يناموا في ظلها أو يستريحوا في ظلها.
ثم رفعت لنا صخرة فأتيناها ولها شيء من ظل. قال: ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي، ثم اضطجع عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فانطلقت أنفض ما حوله، يعني من الغبار، فإذا أنا براع قد أقبل في غنيمة، في رواية في غنيمته، يعني غنم قليل، يعني يريد من الصخرة مثل الذي أردنا، يعني يريد أن يستظل كما أردنا أن نستظل. فسألته: لمن أنت يا غلام؟ فقال: أنا لفلان. فقلت: هل له، هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت له: هل أنت حالب؟ قال: نعم. هل مأذون لك أن تحلب لمن يمر عليك في الصحراء؟ كان زمان العرب يعني تسمح لخدامها إن أثناء رعيهم إذا مر عليهم عطشان يحلبوا له ويسقوه، من باب الارتفاق يعني والمواساة. فبيقول له: هل أنت مأذون لك أن تحلب من سيدك لنا؟ قال: نعم. قلت له: هل أنت حالب؟ قال: نعم. فأخذ شاة من غنمه، فقلت له: أنفض الضرع، هيحلب على طول الضرع مليان تراب. قال له: أنفض الضرع، نظفه الأول كده عشان ما ينزلش الغبار على اللبن. فقلت: أنفض الضرع. قال: فحلب كثبة، يعني قطعة من لبن، حلبة يعني من لبن، ومعي إداوة من ماء عليها خرقة قد روأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الإداوة اللي هو إناء كده من جلد عليه خرقة مبلولة علشان لما يجي ينزل عليها الشمس تقوم إيه، تخلي الماء اللي داخل القربة بارد. فهو معاه ماء بارد محوطه بخرقة مبلولة إيه علشان يعني يعده لرسول الله إذا أراد أن يشرب، أو هو يشرب، يشرب ماء باردا يعني. ومعي إداوة، الإداوة اللي هي إناء من جلد يعني، من ماء عليها، في رواية وعليها خرقة قد روأتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أصلحتها، روأتها هنا أصلحتها. فصببت على اللبن حتى برد أسفله، اللبن ينزل من الشاة والدنيا حر ينزل ساخن، والإنسان في الحر عايز يشرب حاجة ساعة. فسيدنا أبي بكر خلط عليه على اللبن قليل من الماء البارد حتى يأخذ من حرارته، ويجوز شوب اللبن بالماء للشارب لا للبائع، البائع يبقى غشاش، لكن اللي هيشرب ما يجراش حاجة، تخلطه بمية ما تخلطوش بمية انت حر، يبقى يجوز شوب اللبن بالماء للشارب لا للبائع. فصببت على اللبن حتى برد أسفله، لحسن يكون بياع لبن معانا هنا يسمع الحديث يقول لك: اهو ابو بكر كان بيحط اللبن على الميه على اللبن، يروح في المحل بتاعه يملى القسط بتاعه لبن ويقول: احنا ماشيين على صحيح البخاري. ليه بقى غشاش؟ من غشنا ليس منا، مش فاهم، لان انت بتبيع وده بيشرب، دي حاجه تانية. والرسول يقول في الغشاش: من غشنا ليس منا. فصببت على اللبن حتى برد أسفله، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، يعني طابت نفسه. تملي الإنسان لما يبقى بيحب واحد يقوم لما يلاقي الواحد ده حبيبه بيشرب كأنه هو اللي شرب، ولما حبيبه يشبع كأنه هو اللي شبع، ولما حبيبه يستريح كأنه هو اللي استريح. وده يدلك على شدة محبة سيدنا أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلق قلبه به. ثم ارتحلنا والطلب في إثرنا، وفي رواية أثرنا، في إثرنا وفي رواية أثرنا بفتح الهمزة وفتح الثاء. قال البراء: فدخلت مع أبي بكر على أهله، وصلوا الرحل لحد بيته. البراء مشي مع أبو بكر شايل له الرحل لحد بيته، دخل على أهله في البيت عشان يحط له إيه الرحل بتاعه في فناء الدار، كويس. فدخلت مع أبي بكر على أهلي فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، لأن يثرب المدينة كان فيها حمى وباء، أي واحد يجيها يصيبه وباء يثرب اللي هي الحمى دي، فأول ما هاجروا كلهم أصابهم وباء يثرب ده اللي هي حمى يثرب،
فستنا عائشة كانت أصيبت أيضا بالحمى، وسيدنا أبو بكر وسيدنا بلال وكثير من الصحابة أصابتهم هذه الحمى، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع حمى يثرب إلى الجحفة. الجحفة اللي هي رابغ، اللي هي ميقات أهل مصر الآن، الجحفة، لأن كان يسكنها ساعتها اليهود. قال يا رب انقل لنا الحمى بتاعتنا عند اليهود هناك عند الجحفة. ولحد دلوقتي ماء الجحفة دي اللي هي رابغ دي لا يشربه أحد إلا يحمى، وعشان كده ما حدش يشرب ماء الجحفة أبدا خالص. وصحت المدينة لقائميها بعد ذلك هواء وماء وإقامة ومأكلا ومشربا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة ما كانتش لسه بلغت سن البلوغ ولم يضرب الحجاب بعد، وكانت نايمة في الفناء، فدخل وكانت عائشة الحسن يقول لك ايه ده، يدخل يشوف ستنا عائشة مدجعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عم هون علي هون علي، بالراحة بالراحة. فإذا عائشة ابنته مضجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها فقبل خدها. في رواية يقبل خدها، تقبيل شفقة، لما الإنسان يبقى ابنه مريض كده يبقى مشفق عليه. وقال كيف أنت يا بنية؟ وعن أبي قال، دي كلها فقرة من أحاديث يعني بيحكي لك فيها أحوال المسلمين لما هاجروا للمدينة ماذا حدث عندهم. ونقف عند هذا الحد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ويسر أمورنا ويسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا. اللهم أسمعنا خيرا وأطلعنا خيرا، وارزقنا اللهم العافية وأدمها لنا، واجمع اللهم قلوبنا على التقوى، وفقنا لما تحب وترضى.